أعزائي طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أقدم لكم موضوعا من أهم موضوعات مادة الكيمياء، وهذا الموضوع بعنوان تحضير عينة من زيت الشعر. بالنسبة لعينة زيت الشعر النهاردة اللي احنا هنحضرها، مهم جدا إن احنا نفتكر مع بعض وبسرعة جيدة جدا ايه المنتجات اللي احنا حضرناها في الحلقات السابقة. طبعا احنا في الحلقات السابقة تعرضنا لجزء في الكيمياء الحيوي، كربوهيدرات وبروتين، وان شاء الله في الجزء القادم هنتعرف على الليبيدات اللي هي الزيوت والدهون والشموع بثلاث انواع يعني، وتعرفنا على المنتجات اللي هي خاصة بالمشروع الصغير الكبير، وتعرفنا على العطور اولا اللي هي البيرفيوم واللوسيون والكولونيا، اتعرفنا ايضا على الطريقة السهلة لتصنيع عينات من الصابون السائل، اتعرفنا على تصنيع عينة من الجل، اتعرفنا على تصنيع العينة الخاصة بالبرلنتين سواء كان سائل او صلب، والنهاردة ان شاء الله هنتعرف على ازاي نقدر نحضر عينة آمنة من زيت الشعر، بالإضافة إلى أن في نهاية الحلقة إن شاء الله هحاول بقدر الإمكان والوقت الفاضي أن أنا أراجع لك بسرعة جيدة جدا على أهم المعلومات اللي احنا تعرفنا عليها في خلال الحلقات السابقة للمشروع الصغير، سواء كان عطور أو صابون سائل أو جل أو البرلنتين. احنا مبدئيا بنتفق مع بعض على أن أنا لازم عشان أصنع واعمل عملي يبقى مهم جدا اخد الاطار النظري، اعرف الاول معلومات وبعد المعلومات انتقل بحضرتك للايه؟ للبنش عشان نعمل العمل. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشه اللي هو عنواننا النهارده عباره عن تحضير زيت الشعر. كويس. الشاشه اللي بعدها مراجعة على أهم منتجات المشروع السابق. أنا هراجع لك الوقت على العناوين فقط، وفي آخر الحلقة هراجع لك على الإيه؟ على المعلومات المهمة. شوف بقى اللي بعده كده، تصنيع العطور، صابون السايل خدناه، مثبت الشعر اللي هو الجل خدناه، البرلنتين الصلب والسائل خدناه، خدنا إيه كمان؟ نشوف مع بعض اللي هو تصنيع زيت الشعر، وتصنيع مزيل الشعر، وتصنيع منظف مين؟ الزجاج. هنتعرف على ايه كمان؟ بص معايا كده، ايضا مزيل رائحة العرق، ثم منظف السجاد. طبعا لو انا شفت في الشاشة اللي بعدها، النهاردة بقى اليوم المشروع رقم 7 او يمكن 8 انا مش فاكر قوي، اللي هو عبارة عن تصنيع زيت مين؟ زيت الشعر. تعال بقى نشوف الإطار النظري، مهم جدا الإطار النظري لتصنيع زيت الشعر. قبل ما اخد الإطار النظري ده، عايز اقول لك انا كان ممكن جدا ابدأ الحلقة بالعمل على طول، خبط لزق كده زي ما بيقولوا، لكن مش هيكون عندك معلومات، فغالبا هتبقى المعلومة اللي بديها لك معلومة لأول مرة، وهتيجي المعلومة التانية والتالتة والرابعة، تبص لقى المعلومة الخامسة بدأت تحذف عندك من الذاكرة المعلومة رقم 1 اللي اتعرفتها، يبقى في آخر العملي هتبص لقى انت نسيت الأول كنت بتعمل ايه. عشان كده دايما بقول لك في الاطار النظري انه ده مهم جدا جدا جدا، لانه ده بيعمل لك اساس. انت لما تيجي تبني بيت ما تقدرش تبنيه من على سطح الارض على طول، لا، لازم تعمل اساس وتحط على الاساس المبنى. انا بدي لك في الاطار النظري الاساس، الاساس العلمي اللي هو من خلاله بديك معلومات تخليك انت مختلف عن الراجل اللي واقف في الشارع. طيب تعال نشوف الشاشة بتاعتنا كده، الاطار النظري ده اللي انا هتعرف عليه عبارة عن ايه. بص كده في الشاشة اللي بعدها اللي هو زيت الشعر، الخامات المستخدمة زيت بارافين
وزيت مغذي ولون وريح. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ بص كده معايا في الشاشة اللي بعدها. انا بجيب زيت البرافين، بضيف عليه زيت المغذي بنسبة 4:1، بيتكون لي مخلوط الزيت، بضيف لون، وبعدين بضيف الايه؟ الرائحة. لا ده احنا معلش بقى نقف وقفة عشان انا حاسس بيك، احساسي بيك بيقول لي ان انت بدأت المعلومات سنة مش قوي. هتعمل كده يعني؟ هتعمل كده يعني هتخش في بعضها. واحد يقول لي انت بصراحة لخبطتني ما بين البرلنتين السائل وزيت الشعر. اقول له من حقك، لان انا حضرت برلنتين زيت الجرجير، وجاي النهاردة احضر زيت الشعر بزيت الجرجير برضو. معلومة بقى اقولها لك، البرلنتين السائل هو زيت الشعر. ده زي ده، هو الفرق بينه وبين السائل الصلب اللي هي عملية الصلابة. يعني انا مثلا هاخد انبوبتين كده، هاخد الانبوبة دي وهاخد الانبوبة دي. بص كده معايا، لو قربنا كده انبوبتين اهم، الانبوبة دي سايلة، ده سايلة اهو، ده ممكن اطلق عليه حاجة من اتنين، اللي هو السايل ده اللي هو بيترج اهو، اطلق عليه حاجة من الاتنين، يا اما اقول برلنتين سايل او اقول زيت شعر. فهمنا دي؟ فهمناه. اركن دي واخد دي بقى اهو، ده اللي هي عبارة عن البرلنتين مين؟ الصلب. طب ركز معايا كده اهو، اللي انا بعمله ده ما ينفعش اعمله مع البرلنتين السائل، وما اعرفش اعمله مع زيت الشعر. هنقرب تاني، معلش هنقرب كده تاني اهو. شوف انا قلبت الانبوبة ازاي، قلبتها على العكس، لانه ده اللي هو الصلب بقى، ده البرلنتين الصلب. ما ينفعش اطلق على البرلنتين الصلب زيت شعر، لكن اطلق على البرلنتين السائل زيت الشعر، ده ما فيهوش اي مشكلة. طيب كويس قوي، يبقى انت عشان ما تلخبطش وتقول لي انت بدأت تكرر، انا بكرر عليك اهو، بقول لك البرلنتين السائل هو زيت الشعر. كويس، نرجع كده للشاشة بتاعتنا عشان نفتكر انا بصنع زيت الشعر ازاي. بجيب زيت برافين وعليه زيت مغذي وعليه لون وعليه ريحة. كويس قوي. طيب نشوف كده الشاشة اللي بعد كده، اللي هي بعد دراسة زيت الشعر. انا المفروض هراجع على العطور والصابون السائل والبرلنتين لازم اراجع على كل دول. بس قبل ما راجع على دول، مهم جدا نرجع للبنش بتاعنا عشان نحضر بقى زيت شعر، بس بطريقة جديدة شوية عن البرلنتين السائل، لكن هو نفس المنتج. البرلنتين السائل هو زيت شعر. بص كده معانا، انا بجيب اهو زيت البرافين اهو، تمام، على البنش بتاعنا كده، وبعدين هجيب بقى اكتر من زيت مغذي، ده مذيب. هجيب بقى زيت المغذي، هجيب زيت نوى المشمش اهو، وهجيب زيت الجرجير، تمام كده، وهجيب زيت الصبار نوع تالت اهو، وهجيب لون، وهجيب عطر. معلش ده انا قبل ما بصنع بحسب ارقام زي ما قلت لك. تعالى كده معايا، لما اجي اقسم البنش ده، لو قربنا للبنش كده، لو قربنا، ايوه تمام، لو انا عايز اعمل توزيع للكلام ده، هخلي دي كده على جنب
وهاخد التلاتة دول جنب بعض كده، لازق في بعض كده، واخد دي كل واحدة لوحدها، وهقول لك سبب التوزيعة دي ايه. ده زيت البرافين، ده الاساس اللي هو من غيره ما اقدرش اعمل زيت شعر. وعرفنا زيت البرافين انه يكون عديم اللون والطعم والرائحة، ثلاثة هم زي المية، لكن لزوجته ما بين المية والجليسرين، اكتر من المية واقل من الجليسرين. طيب تعالى بقى نعمل كده زوم تاني على الايه، على البنش، وناخد ايوه الشكل الاوضح. انا عندي كام بقى زيت مغذي؟ نحسبها بقى، واحد اتنين تلاتة، اللي هم ايه؟ اللي هم اول زيت وتاني زيت وتالت زيت، اللي هو انا والمشمش والجرجير والصبار. طيب يعني كام زيت مغذي؟ تلاتة. يبقى انا هاخد التلاتة دول، هاخد منهم واحد ملي، يعني تلت تلت تلت، وبعدين احط اللون ان حبيت، وبعدين احط الريحة. كويس. طيب يبقى هنا في حسبة جديدة ممكن نكون ما حسبناهاش في البرلنتين السائل، ما كانش فيه فرصة، لكن النهاردة بقى نتكلم عن زيت شعر بالتفصيل. يبقى أنا دي أربعة، خلي بالك، وكل دول واحد. طب هل ممكن أستخدم دول بس؟ ما احنا قلنا في حلقات قبل كده ممكن يعمل عملية طبقية، يبقع، يعني يبقع مثلا الحاجة اللي الست لابساها أو المكان اللي هتنام عليه، في مشكلة، في مشاكل كتير، وهيبقى مركز. واحنا شفنا الجرجير ومشكلته اللي هو حدوث سرطانات في الشعر، فلازم اخففهم بزيت مين؟ بزيت البرافين. وبعد كده انا عندي مشكله في زيت الجرجير بسيطه قوي، اللي هي ريحه زيت الجرجير غير مستحبه، مش زي اي زيت تاني. ريحه زيت الجرجير ريحه غير مرغوب فيها، ما بقولش ريحه كريهه بالمناسبه، ما بقولش ريحه، يعني بقول ريحه غير مرغوب فيها، انت مش هتستريح للريحه. فعشان كده بحط الايه، بحط العطر اللي هو الاسانس ومش الاستر، وبحط اللون الزيتي مش اللون المائي. كل دي معلومات لازم تكون عارفها كويس جدا. طيب يبقى انا هجيب انبوبه اختبار واخد تلت ملي مع تلت ملي مع تلت ملي، التلاته دول هيعملوا لي ملي، احط عليهم بقى كام ملي؟ أربعة ملي. يبقى انا هيلزمني هنا بقى ايه؟ تعالى كده مع بعض كده بمنتهى البساطة كده والوضوح واليسر، حاجة سهلة خالص. بجيب بقى كاس كده من عندي من على البنش اهو، كاس زجاجي بالشكل ده، وبعدين هجيب انبوبة اختبار. بالمناسبة هو زيت الشعر لما بيتعمل بره ما بيتعملش في اواني باختبار، ده بيتعمل في اواني، لكن انا بوريك عينة، بوريك عينة عبارة عن 5 ملي، 5 ملي مش محتاجة زجاجة، محتاجة انبوبة اختبار. والخمسة ملي بتتعمل زي الخمسمائة مليون ملي، دي طريقة واحدة وثابتة. كويس قوي. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاخد الزيت الاول ده، انا هحاول برضو بكل طاقتي كده اخلي لك البنش كله موجود معاك اهو. هاخد ملي كده اهي، هاخد دي تلت ملي، تمام، حلو جا، حلو خالص. خلاص دي مش عايزه تاني، اقول لها ميرسي شكرا، على جنب كده اهي، واخد تلت ملي من هنا. بالمناسبه لو حصل ان في شوايب او سطح فاصل تبقى كارثه، يبقى انا عندي حاجه من دول مش مظبوطه، يبقى انا اتضحك عليا في السوق اهو. نقطه اتنين، تلت ملي من هنا، شكرا، رجع دي تاني كان. وزي ما قلت لك ابدا البنش بتاعك اول ثانيه زي اخر ثانيه تخلص فيه بنشك مترتب. وادي التلت التالت، اللي هم التلاته مع بعض هيعملوا واحد ملي، ولازم انا ارج عشان برضو الكثافه مختلفه شويه اهو. بص كده
هرج اهو، هسيب دي وخلاص اركنها على جنب كده، هرج اهو، ادي الملي تمام، وادي الشاشة البيضاء بتاعتنا اهي، ادي الملي عبارة عن ملي. هاخد على الملي دول كام؟ هاخد 4 ملي منين؟ من زيت البرافين. ممكن اخد الـ4 ملي بطريقتين، يا اما باخدها بالتقريب يا اما اخدها بالدقة بالظبط. طب انا هاخدها بقى المرة دي بالدقة بالظبط 4 ملي. بجيب حاجة اسمها مصة، ويا ريت يا ريت يا جماعة نفرق ما بين المصة والسحاحة، ده بقى كيمياء أراضي أهو. دي مصة، المصة دي كام ملي؟ 3 ملي. بسحب بيها بعمل ايه؟ هي بيبقى فيها كده فقاعة من فوق، جزء منتفخ اهو، بدوس عليه قوي ابططه قوي، وبعد كده انزل في المحلول اهو واسحب اهو، رفعت دي 3 ملي اهي لحد فوق، العلامة هنا اهي لحد هنا، بفضي ال 3 ملي دول هنا بسحب ملي كمان اهو، كل الفقاعات اللي هو بسيبها لحد ما تطلع خالص كده، 1 ملي رقم واحد اهو، دي عبارة عن رقم واحد. ببدأ افضيه تاني فين؟ في انبوبة الاختبار كده، دي استخدمتها اركنها على جنب عشان ما استخدمهاش في حاجة تانية. كويس. وبعدين انا عايز بقى اوريك حاجة قبل ما ارج. دايما زيت البرافين في الاول هو محتاج رج عشان الامتزاج، عشان اعمل عملية الامتزاج انا محتاج عملية رج. كويس. اركن بقى دول الحلوين كده على بعض كده على جنب، وده انا مش عايزه تاني اهو. لا لسه انا عايزه، اللون والريحة ده انا لسه عايزه، معلش اهو. هرج كده، بص كده قبل ما ارج تحس تلاقي ان في اللون الاخضر فوق زيادة شوية عن تحت، اللون الاخضر زيادة. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان زيت البرافين كثافته عالية، نزل تحت وطلع التلات زيوت فوق مع بعض، دي كثافة. لكن امتزاج 100 100. طب تعالى كده نشوف الامتزاج 100 100 اللي بتقول عليه ده يا سيدي. رج كده كده، بعمل عملية رج اهو، واجي اوريك على الشاشة اهو. بص كده خلاص، فين بقى اللي كان فوق؟ مش موجود، خلاص امتزج. طب لو سبته فترة يرجع تاني يعوم على الوش اطلاقا، لان معدل الامتزاج 100%. كل ما رج كل ما عملية الامتزاج هتبقى زي الايه؟ هتبقى زي الفل. كويس. طيب انا مش عايز زيت البرافين، حلو، ارجعه. حاجة اللي ما عاوزهاش ارجعها مكانها، وانا بقى لازم أنا اكون حافظ البنش كده كده. هاخد انبوبة الاختبار دي زي ما هي اهو، وعندي بقى لون انا عايز ازود اللون شوية، انا شايف اللون خفيف او اللون مريحني مفيش اي مشكلة خالص اهو. انا هضيف كده اللون، هضيف 5 نقط، ادي له نقطة 2 3 4 5 يعني في ارقام بقى اهي، ارقام ارقام بتتقال يا جماعة، مش عملية كده خد فلوسه وصحته واجري، ينفعش، ما ينفعش. اخد برضو 5 نقط من العطر، طالما هرج مرة واحدة يبقى رايح دماغي اهو، 5 نقط من العطر، ادي نقطة 2 3 4 5. لو انا حسيت ان الريحة شديدة شوية ممكن احط 3 نقط، حسيت ان الريحة قليلة جدا ممكن احط 10 نقط، ممكن احط 20 نقطة لحد ما يريح في حاسة الايه؟ الشم، لان اللون والريحة حاسة شم وحاسة ابصار اهو. برضو هرجع تاني هلاقي اللون اللي انا حطيته مع البرافين، بص كده معايا اهو، بدأ يطلع تاني اللون بقى، اللون غير زيت الجرجير، ده لون، ده لون اخضر غير زيت الجرجير. اللون برضو بدأ يطلع تل، لانه برضو كثافته اقل من كثافة زيت البرافين. هعمل ايه؟ هرج اهو.
بالمناسبة أنا ما رجتش كتير، يعني رجتين تلاتة كده، 15 أهو، وأدي طريقة الرج صح. وأجي أشوف كده القصة، خلاص قصة زي الفل، ما فيهاش أي مشكلة، امتزاج تام 100%، ما فيش أي مشكلة، ومش هتعوم على الوش تاني، ما فيش أي مشكلة خالص أثناء عملية الإيه؟ أثناء عملية التصنيع. طيب زي ما انا معودك كده، نرجع بقى للشاشه الجميله بتاعتنا تاني كده. زي ما انا قلت لك ان انا بعد دراسه زيت الشعر لازم اراجع لك على العطور وعلى الصابون والسايل وعلى الجل وعلى البريانتين. من خلال ايه بقى؟ ان انا ادي لك بقى الشاشه اللي بعديها بقى، اللي هي اللي احنا متعودين عليها نشوفها دايما في نهايه كل حلقه من حلقاتنا، اللي هي عباره عن معلومه هامه للغايه، معلومه هامه جدا. طالما المعلومه الهامه جدا دي مهمه، يبقى لازم ننزل تاني فين؟ على البنش. هاخدهم بقى كده نحكي بقى القصه الجميله اللي احنا عملناها على مدار اربع خمس حلقات فاتوا بمنتهى البساطه. اول جزء اللي هو عباره عن العطور. العطور دي بنسميها جزء لوحده، ما بقدرش انا ادمجها مع جزء تاني. انا دايما المشروع عندي ثلاث حتت، العطور وصابون سايل ومستحضرات تجميل. ده حاجة وده حاجة وده حاجة. العطور دي حاجة فخمة جدا، بيرفيوم لوسيون كولونيا لو انت فاكر، ولو طلينا كده على العينة اللي موجودة قدامنا، هي عينة كبيرة ممكن تبان واضحة. العينة دي عبارة عن عينة عطر. لو انت جيت قلت لي دلوقتي يا ترى العطر اللي جوه ده بيرفيوم ولا لوسن ولا كولونيا، اقول لك لو انت مبتدئ ما تعرفش، لكن لو انت بقى استخدمت بقى وعملت مرة واثنين وثلاثة وعرفت تركيزاتك وعندك اجهزة بتقيس التركيزات دي، هتقدر بمنتهى البساطة تحدد ده ولا ده ولا ده. طيب انا هاخد رشه من الاوتومايزر واشوفها هتقعد قد ايه، هل هتقعد اسبوع شهر ولا هتقعد بضع ساعات ولا هتقعد شويه دقايق. طب ده بيرجع لايه؟ بيرجع لحاجه مهمه جدا اللي هي النسب بتاعه التحضير. انا عندي تلات ارقام. الرقم الاول 10 8 60، ده بيرفيوم. الرقم الثاني 7 4 80، ده لوسيون. الرقم الثالث 5 1 84، ده كلوني. واحد يقول لك ايه، طب انا احفظ ده كله؟ احفظ ده كله. مش انت عايز تعمل مشروع وتبقى المشروع ده يحافظ على فلوسك ويحافظ على صحتك؟ ايه المانع انك تحفظ شويه ارقام؟ ده انت لو حد قال لك تاريخ ميلادك ايه هتقوله بسرعه، لانك انت خلاص حفظته. فلما تقول الارقام دي 3 4 5 مرات ورا بعض اكيد اكيد هتحفظها. طيب زي ما قلنا العبوه ديت فيها مشكله مش موجوده في كل المنتجات اللي عندنا. ايه هي؟ انا دايما لما باجي اصنع اي حاجه من انواع العطور لازم اقيس حجم العبوه. الكلام ده جديد ولا جديد ولا حاجه؟ الكلام ده قديم جدا، حجم العبوه. طيب لو قربنا كده على العبوه كده واعطينا لها شكل كبير شويه، لو قربنا كده وحاولت اطل كده على الجدار الخارجي للعبوه دي ما لاقيش تدريج. طيب تعالى بقى شوف الكاس ده كده، انا هحط لك دي جنب دي. الكاس ده الكاس ده عليه تدريج واضح، انما العبوه دي لو انا لفيت العبوه في جميع اتجاهاتها عمرها ما تديني دليل على ان الحجم اللي جوه كام. طب اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه كده انا هركن دي على جنب اهو، وهجيب كاس صغير زي ده كده اهو، كاس صغير،
وعليه قراءات ادي 10 20 30 40 50. وهجيب عبوه بقى الفك بتاع الايه الاوتومايزر يكون سهل اهو. هجيب العبوه دي كده وعايز اشوف الحجم بتاع العبوه دي كام، وادي القراءات عندك اهي من ناحيتك. هبدا افك الاوتومايزر ده كده، اسحب الانبوبه بتاعته واركنه على جنب. وخلي بالي بقى، شوف اللون الاخضر لحد فين، ركز كده معايا وقرب. اه كل الرقبه دي فاضيه، الحته دي اللي هي اخر رقبه من تحت بيسموها عنق الزجاجه، يبقى العطر يكون لحد عنق الزجاجه، ما يكونش تحت هنا وما يكونش فوق هنا، يكون لحد عنق مين؟ الزجاجه. تمام. هعمل ايه عشان اقيس الحجم؟ اقعد ادور على العبوه ما الاقيش اي قراءات، بمنتهى البساطه عايز اقيس حجمها. ادام دي ما عليهاش تدريج، انقل اللي فيها لحاجه او لاداه عليها تدريج اهو. انا بعبي العطر كله اللي عندي اهو. خلاص؟ جميل جدا. وامسك كده. هو المفروض ان انا عشان اقرا الكاس ده صح الف القراءه ناحيتي، ها، وانزل لتحت كده واقرا القرايه. طبعا انا صعب القصه دي عندي لان انا مش عارف اعملها، فبحاول بقدر الامكان ارفع كده لفوق والاقي ان الحجم عندي هنا 30 ملي. لو انا هجيبه لك كده وحضرتك هتكبر لي القراءه بقى عشان تبان ان دي 30 ملي بالظبط. هستاذن حضرتك قربها لي شويه، نقربها شويه كده ونكبرها. هتلاقي القراءه هنا عند رقم 30، يبقى حجم العبوه دي عباره عن 30 مللي. القراءه باينه، القراءه باينه، القراءه باينه زي الفل. 30 مللي يبقى خلاص. خلاص كده انا حسبت حجم العبوه ديت اللي هي عباره عن كام مللي؟ عباره عن 30 مللي. خلاص برجع العبوه تاني. طبعا انا مش بعملها بقى بالايه؟ بالعطر ولا حاجه، لان اكون قد صنعت الحقيقه العطر، لكن انا بعمل القصه الجميله ديت عن طريق الكحول الاسيلي بقى. انا حاط بملاها كحول اسيلي وبعدين بفضيه في الكاس وبعدين بملى لحد العنق الزجاجه، وبعد كده ببدا اكمل او انقل الجزء ده لفين؟ انقله لايه؟ للكاس واقرا القراءه. يبقى دي حجم الايه؟ حجم العبوه. بالمناسبه التجارب دايما بتديني حاجه اسمها الخبره. يعني ايه حاجه اسمها الخبره؟ يعني انا لما اجي اقول لك بقى دي 30 ملي، طب ودي؟ هنقعد نفكر ونحسب. مين اللي بيفكر ويحسب ده؟ عبيط. 30 ملي ما هو نفس الحجم. ودي؟ ولو جبت بقى ام تلاقي لها كل دول 30 ملي لان نفس الحجم. طيب جت عبوه جديده عندي وظهرت زي دي بقى، يبقى انا في الحاله دي هعيد الكره. دي فاضيه، يبقى عادي جدا برضو هرجع دول تاني اهو، هرجعهم تاني كده وبعدين هفك الغطاء اهو. شلت الغطاء وبعدين هشيل افك الاوتومايزر ده او البخاخه بتاعته اهو، شلته في اللي هو الساق البلاستيك دي اللي هي الانبوبه البلاستيك دي المجوفه عشان تطلع العطر، واملى دي لحد العنق واحط في الكاس عندي واشوف الكاس كام. يبقى العبوه دي عباره عن كذا. اي عبوه من العبوات ديت نفس الفكره، بشيل الغطاء وافك الاوتومايزر وبعد كده ببدا اعمل ايه؟ ببدا احسب الايه؟ الحسبه بتاعتي. ده بالنسبه لحاجه جديده برضو رجعناها على العطر. طيب حاجه ثانيه، الصابون السائل. لو انت فاكر برضو العينتين اللي احنا عملناهم في الصابون السائل اهم. طيب قبل ما ناخد الصابون السائل هناخد فاصل وبعد كده نواصل ان شاء الله، خليكم معانا.
احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم على العطور، واتكلمنا على معلومات مهمة جدا، وبرضو تكملة لهذه المعلومات ان العطور مهم جدا جدا جدا، ان انا بستخدم اثناء عملية التصنيع الكحول الاسيلي وليس الكحول المثيلي اللي هو C2H5OH او CH3CH2OH، لكن ما بستخدمش الكحول المثيلي اللي هو CH3OH، لانه زي ما قلت انه بيسبب التهاب وتقرحات في الجلد، ودي لو كانت الاصابة بسيطة، لكن لو الاصابة صعبة جدا ان جزء من الرشاش او الاوتومايزر يخرج منه الكحول المثيلي الذي يدخل في تصنيع العطور المغشوشة ويجي على قرنية العين او على العين بيفقد العين الايه الابصار. طيب طالما احنا بنقول على قد ما بتقدر تحضر منتج آمن صحيا ومنتج رخيص ومنتج هيدر عليك ربح وهيحافظ على صحتك، يبقى انت لازم تاخد بالك. انت عينة العطر اللي انت جايبها دي جايبها منين وبكام واتصنعت ازاي واتصنعت فين ومين اللي صنعها، وهل اللي صنعها ده عنده ضمير وحط كحول اسيلي ولا ما عندوش ريحة الضمير وحط الكحول المثيلي؟ طيب احنا كلنا عارفين ان الكحول الاسيلي بيبقى نقي جدا، لانه ده اسمه الكحول الطبي اللي بيستخدموه في التطهير اثناء اجراء العمليات الجراحية، فده مفيهوش مشكلة. انما الكحول المثيلي بيبقى عليه سموم، عليه مواد سامة، وبيحطوا عليه المواد السامة والالوان دي عشان يمنعوا الناس انها تشربه. طبعا لما بيتحط عليه المواد ديت، المواد السامة، ويستخدم في تصنيع العطور، عشان كده لما بتطلع رشة من الاوتومايزر على العين ممكن تؤدي الى فقد، مش ممكن، ده هو اكيد بتؤدي الى فقد الابصار. حاجة تانية، الصابون السائل. أنا بعتبر حلقة زيت زيت الشعر حلقة من ضمن الحلقات المهمة جدا، لأن بكرر لك فيها الجزء اللي فات كله. بعمل لك تكرار وإعادة للجزء اللي فات. الصابون السائل، لو أنا شفت العينتين اللي قدامي دول، الصابون السائل بيبقى من ضمن الخصائص بتاعته إن هو بيبقى لزج. يعني لما جيت صنعت كده، لو انتوا فاكرين اهو، وبدأت احط في العبوات اللي انا هبيع فيها او ان انا هعمل فيها عملية تسويق، المفروض الصابون السائل يبقى زي ما هو قدامنا كده شفاف، ما يبقاش قاتم. قاتم يبقى فيه مشكلة. كويس جدا. طيب ايه كمان مهم؟ ان انا لما اجي اتعامل مع الصابون السائل، ان انا هصنعه من خامات في منتهى الخطورة. ايه الخامات اللي في منتهى الخطورة؟ اللي هي حمض الستريك، اللي هي حمض اللي هو السلفونيك او السلفونيك اسيد، اهو ده حمض السلفونيك، برضو بفكرك بيه لانه من ضمن الحاجات المهمة والخطيرة. وايضا هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هي البوتاسه الكاويه. وشوف حتى الاسم، الاسم يخوف، حمض اخاف، بوتاسه كاويه كنت اخاف من ده قراطه، اخاف من ده 24 قراطه. مواد كاويه جدا، ليها نسب، اه، ليها ترتيب في الاضافه، اه. انا عايز اقول لك بقى على معلومتين بالنسبه للصابون السائل، يمكن لو جينا نحضر صابون سائل، انا المفروض بدوب هيدروكسيد بوتاسيوم في اناء، وبدوب السلفونيك مع المية في اناء تاني. لما بدوب هيدروكسيد البوتاسيوم في المية، انا كراجل كيميائي بقى، او انت كطالب فاهم او معلم فاهم، تبقى عارف ان تفاعل KOH اللي هو هيدروكسيد بوتاسيوم مع ال H2O اللي هو الميه، تفاعل طارد للحراره.
يعني بيطلع حرارة. يعني حضرتك لما بتيجي تدوب ال 175 جرام كي او اتش او هيدروكسيد بوتاسيوم في ميه وتمسك الاناء وتلاقيه سخن او دافي تقلقش. ده انت لو ما لقيتوش دافي تقلق، لان المفروض ده تفاعل طرد الحراره فبيديني حراره. طيب لما اجي اضيف بقى هيدروكسيد البوتاسيوم على السلفونيك اسيد اللي في الميه، اخلي بالي من حاجه مهمه جدا، ان التقليب او الاضافه بعد ما يبرد هيدروكسيد او محلول هيدروكسيد بوتاسيوم تماما، لان الدفء ده معناه ان التفاعل لسه شغال بين الكو اتش والاتش 2 او، تفاعل شغال لسه. طب هتضيف ازاي والتفاعل بينهم ما تمش؟ فانت بتفضل الاناء تسيبه خالص حتى يبرد تماما ويتلج. لو انت عندك الدنيا شتاء تبدا تضيف. حاجه تانية معلومه مهمه جدا في الصابون السائل اللي هو قدامنا ده، ايه المعلومه دي؟ لما بنضيف محلول هيدروكسيد البوتاسيوم على محلول السلفونيك اسيد، مش العكس. ما بضيفش الحمض على القلوي، بضيف القلوي على الحمض. ادي معلومه تانية. معلومه ثالثه ودي اهم بقى من كل المعلومات، ان انا لما باجي اقلب في تصنيع الصابون السائل ده، انا بقلب واغلب في التقليب لمده يوم كامل على مدار كل ساعتين 10 دقائق. يعني ده انا بقلب قد كده. اقلب ازاي؟ يمين ولا شمال ولا يمين وشمال؟ لو انت بقى بتقلب يمين خليك يمين على طول، بتقلب انت شمال خليك شمال على. يعني لا يتم التقليب الا في اتجاه واحد. طب لو انت نسيت يا اخي، جل من لا يشكو، لو انت نسيت وقلبت يمين ورحت رادت شمال، او قلبت يمين واحد جنبك اشول سلمته للمقلب وقلب بايده كده شمال، خربت الدنيا؟ ما خربتش ولا حاجه، هيعمل لك شويه فقاعات، والفقاعات هتخلي الصابون عندك لونه بدل ما يبقى شفاف هيقفل. هيقفل يعني ايه هيقفل؟ يعني هيدي لك قتامه شويه. هتنتظر بقى فتره كافيه لحد ما كل الفقاعات اللي موجوده في الصابون السائل تطلع فوق وتختفي، وتبدا تعمل عمليه تعبئه. اخر معلومه والمعلومه الرابعه في الصابون السائل، مهم جدا انك انت تظبط درجه البي اتش. يعني ايه درجه البي اتش؟ يعني تجيب جهاز البي اتش ميتر حضرتك بمنتهى البساطه، وتاني يوم بعد ما تصنع الصابون تحط البي اتش ميتر وتشوف القرايه عندك كام. لو هي اقل من 7 يبقى الصابون مش مظبوط، لو اكتر من 8 يبقى الصابون مش مظبوط، يبقى الصابون المظبوط من 7 ل 8. طب بذمتك الراجل اللي بيصنع الصابون سايل في الشارع، مش هقول على العربيه كارو بقى عشان ما حدش يزعل، هقول في الشارع، في محل في الشارع، عنده جهاز البي اتش ميتر؟ ما عندوش. طب بيعمل ايه عشان يطلع صابون لو يعني مش هيبقى فيه مشكله؟ بيحفظ بقى لتر سلفونيك مع 175 جرام يطلع لي البي اتش 100 100. ودي معلومه لو عارف يبقى خير وبركه، لكن ممكن ما يكونش عارفها. لكن انت لو هتصنع بقى وعندك البي اتش قلت عن 7 هتروح ضايف سلفونيك، زادت عن 8 يبقى انت هتضيف كي او اتش. كويس، ده بالنسبه لمين؟ للصابون السائل. نركن بقى مين؟ الصابون السائل كده، كلام جميل قوي. نركن بقى الكلام ده، تعال نشوف حاجه تانية، او حاجه تانية او منتج تاني صنعناه في حلقات سابقه برضو، اللي هو مين؟ جل. اللي هو مين برضو؟ مثبت الشعر. الله 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 الله، ده احنا معلش بقى، ده احنا على مثبت الشعر. انا بالمناسبة اصعب حاجة عندي الصابون السايل وجل الشعر، لان واحد لو مش ابن حلال هيجيب لنا سرطان، والتاني لو مش محترم هيدينا فوران في دماغنا كده ومش هنلاقي ولا شعر ان شاء الله. او الافظع من ده كمان، الاقي شعر في حته ومفيش في الحته التانيه، دي هتبقى كارثه بقى.
زي ما شفنا في الشكل كده اثناء تصنيع الجل. الجل ده المفروض انا بعمل جل عشان اغذي ثلاث حتت، فروه وبصيله الشعر وفتله الشعر. طب بعمل ازاي؟ بجيب كربابول نص جرام، تايلز ربع جرام، ميه 50 مللي، وتفضل تبقى ميه مقطره عشان خاليه من الاملاح، وبعد كده بضيف اللون واضيف الريحه، وبعد في الاخر خالص بضيف ماده التراي ايثانول امين تي اي اي، واحيانا الناس يكتبوها تي اي اي، واحيانا الناس بيسموها ماده التيا ت ي الف. دي ماده التيا، دي الاسم التجاري في السوق يعني. طيب لما جينا حطينا بقى الكربابول مع التايلوز مع الميه، وقلبت قلبت قلبت او سخنت او دفيت، وبعدين ضفت اللون والريحه، وجيت اضيف الطريق ايثانول امين، وصلني للقوام اللي انت هتشوفه حضرتك ده. بص كده، اهو المعلقه اهو، بص هقلب وخايف، بالعكس انا هقلب وقلبي جامد. طب ايه رايك اقلب مره واحده اهو ثقل؟ ليه؟ لان المنتج اللي انت حضرته ما فيهوش عيب خالص، بالعكس كله مزايا اهو. طيب قاعد كده واخد جزء على الملعقه دي كده اهو، جيلي، شوف الجل من الجيلي اهو، قربها للكاميرا كده ناحيتك، حتى الجزء المعلق اللي تحت مش عايز ينزل. تمام، بص كده اهو، عمليه يعني ما فيهاش حد يقول انها مش، لا جل جل متماسك، وكلمه الجل من الجيلي، جيلي يعني حاجه قوامها رجراج اهو، مفيهوش اي مشكله. بس المعلومه اللي احنا بناخدها من الجل ديت او الجل ده، ان ماده التراي ايثانول امين بتبقى في الاخر بعد عمليه اللون وبعد عمليه الريحه. طب ده احنا كده عايزين نقول حاجه مهمه جدا، يا ترى العمليه ماشيه عشوائيا ولا بالترتيب؟ بالترتيب. طيب هل يجوز، هل يجوز في بعض المواقف اضيف حاجه قبل التانية؟ اه. زي ايه؟ يعني انا لو عايز مثلا في العطور ادوب اسانس في كحول، في الحاله دي ممكن احط في العبوه شويه كحول وعليهم اسانس ورج، او احط في العبوه شويه اسانس وعليهم شويه كحول ورج، دي قبل دي او دي قبل دي. طيب هل في الجل، انا بقول يجوز عشان في حاجات لا يجوز فيها، اللي لا يجوز فيها بقى زي ايه؟ هل الجل بقى ممكن احط حاجه قبل التانيه؟ اه ولا في نفس الوقت. طب ازاي اه ولا في نفس الوقت؟ انا ممكن اضيف الكربابول وادوب، وبعدين التايلوز وادوب، وبعدين اللون او الريحه وادوب. يعني ممكن احط اللون قبل الريحه والريحه قبل اللون، لكن ينفع احط اللون والريحه بعد التراي ايثانول امين؟ لا. كل ده، كل العصاره اللي انا بديها لك دي معلومات تخليك انت واقف على ارض صلبه، ولما حد يسالك بتجاوب لانك انت فاهم، مش حافظ زي الراجل اللي واقف قلت لك في الشارع، اللي الفرق بينك وبينه العلم. طيب عشان كده دايما دايما بديك الاطار النظري. حلو قوي. طب ايه كمان اتعرفنا عليه في الحلقات السابقة قبل ما نصنع زيت الشعر اللي احنا عملناه في اول حلقة؟ عملنا منتجين. بص كده المنتج الاول والمنتج التاني. المنتج الاول اللي هو عبارة عن زيت الشعر او البريانتين السائل، والمنتج الثاني
اللي هو عبارة عن البريانتين الصلب، ده بريانتين سائل وده بريانتين ايه؟ صلب. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ لو انت فاكر كده، في البريانتين الصلب ده انا لما جيت احضره حضرته من الفازلين الطبي. طيب هل ان انا لو عندي اللون اللي موجود حاليا ده مش عاجبني، اللون ده مش عاجبني، لونه كده خفيف، حاسس انه خفيف، انا عايز ازود اللون ده، من السهل ان انا ازود اللون زي ما قلت لك المعلومات بتقول كلها بدون استثناء، سهل جدا ازود اللون لكن صعب جدا اخففه. اخففه يعني هضيف مواد من الاصل، لكن ازوده يبقى هو لوحده. طب تعال نزود اللون ده كده عشان نتأكد من المعلومة دي. انا هجيب المادة دي كده اهو، واعمل لها عملية صهر، احولها من الحالة الصلبة للسائلة، ودي عبارة عن الليبيدات. يعني ايه ليبيدات؟ يعني الزيوت والدهون والشموع بتنصهر عند درجة حرارة منخفضة. الانبوبة تتحمل الزجاج ده من زجاج البايركس بيتحمل درجة الحرارة العالية جدا. عفوا، شوف انا بسخن على بقلب كده بسخن، وزي ما قلت لك قبل كده برضو انا هنا ما فيش اي سخونة عندي هنا، لان انا هنا ايه الزجاج ده مش جيد التوصيل للحرارة، يعني لو ساق معدنية كان زمان ايدي بقى الوقت ايه، مش هقول لك بقى كان زمانها ايه. اهو شوف انا بحاول بقى تصنيعه تاني، بحاول اللون اللي عندي مش عاجبني، انا عايز افك اللون ده وازوده، لازم اصهره عشان الامتزاج مع المواد المتجمدة صعب. بس لحد اخر يعني قطرة اهو، اتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، اتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة. جميل. انا عايز اعمل ايه؟ هزيد لون، اجيب كاس كده واحط فيه دي، واجيب اللون اللي عندي اللي احنا اتعودنا عليه او اللي احنا شفناه قبل كده، هزود بقى اهو، هطلع كده بره وازود اهو اي كمية عندي بالشكل ده اهو، بدأ اللون فعلا يبقى لون اخضر قاتم شوية عن اللي فات. واللون ده هيريحك؟ هيريحني. طب شكرا، خلاص كده مفيش مشاكل، ببدأ ارج اهو. طبعا الرج هنا سهل جدا، مفيش اي مشكلة فيه خالص. وبعدين هسيبه بقى فترة، لان طبعا الانبوبة هنا بتبقى سخنة شوية لسه، هسيبه فترة لحد ما يتجمد. لو اتجمد قبل نهاية الحلقة اوريهولك، مفيش اي مشكلة. برجه كويس عشان يبقى الامتزاج جيد، تمام الامتزاج اهو. اللون هنا اللون هنا بقى يعني بقى اخضر قاتم شوية عن المرة اللي فاتت، اللون هنا بقى اتقل شوية من المرة اللي فاتت. لو انا بقى عايز اخفف اللون ده هضطر بقى اجيب الفازلين الطبي واسيحه تاني وتالت ورابع، واضيف عليه كمية تانية، قصة بقى كأني هعمل عملية تصنيع من الاول. لكن لو انا عايز اتقل تاني النهاردة مفيش اي مشكلة ان انا اضيف ايه، اضيف اللون بس بدون اي اضافات اخرى. خليها هنا كده، لو قدرنا نشوفها في الاخر هنشوفها متجمدة ان شاء الله. طيب ايه كمان من الحاجات اللي احنا صنعناها؟ صنعنا زيت الشعر. ولو انت فاكر بالنسبة لتصنيع زيت الشعر، أول حاجة خدتها اللي هي خدناها بقى في بداية الحلقة يعني مع بعض نراجعها كده، اللي هو عبارة عن زيت البرافين، وبعدين زيت نوى المشمش، وبعدين زيت الجرجير، وأدي زيت الصبار أهو عشان يبقى أوضح شوية، زيت الصبار، وأدي اللون تمام، وادي الرائحه اهو، ادي المصنع بتاع او الحيز بتاع زيت الشعر اللي احنا خدناه في بدايه الحلقه، براجع لك برضه عليه عشان
في معلومات كتيرة جدا لازم تكون ايه، لازم تكون حافظها. اخلي ده برضه بعيد شوية كده. بص كده معايا، انا عندي زيت البرافين اهو، وزيت البرافين المعلومة اللي قلت لك عليها انه بيبقى رقم واحد. يعني ايه رقم واحد؟ انا عندي زيت برافين رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة لغاية 10. بزيد بعمل بيه زيت شعر، بزيد بيه التروس بتاع الساعة، بزيد بيه العجل، الجرارات، العربيات، القطارات، الطيارات. عندي درجات كتيرة جدا من زيت البرافين، فعشان كده يا ريت لما تيجي تشتري زيت البرافين ما تقولش الراجل اديني زيت برافين وتسكت. هيقول لك عايز تعمل بيه ايه؟ هتقول له عايز اعمل بيه زيت شعر، هيعرف انك انت يعني ممكن يضحك عليك، هيديك درجة تانية او درجة تالتة. هتيجي تحط بقى زيت البرافين اللي انت بتزيد بيه الساعة او بتزيد بيه العجلة على راسك، هتبقى القصة بقى مؤلمة. طيب يبقى زيت البرافين اللي انت بتشتريه زيت برافين، قول له انا عايز زيت برافين رقم واحد عشان اصنع منه الزيت، يعني زيت الشعر، عشان يفهم ان انت فاهم. لان برضو التاجر اللي في السوق اللي ما عندوش ضمير لو عارف ان انت مش فاهم بتعمل ايه هيضحك عليك، وزي ما قلت لك هياخد منك حاجتين، فلوسك وصحتك. طيب يبقى انا بجيب زيت البرافين اللي هو رقم واحد، بعد كده بجيب بقى التلات زيوت المغذيين، زيت مغذي بقى، سواء كان بقى زيت نوى المشمش او زيت الجرجير او زيت الصبار او زيت جوز الهند، اي نوع من انواع الزيوت اللي هي بتدي لمعان، ادي واحد، وبريق ادي اتنين، وليونة ادي تلاتة، وتغذية للفروة والبصيلة بتاع الشعر وفتلة الشعر، سبع حاجات او ست حاجات او خمس حاجات. زيت الشعر بيديهم لي اثناء ما بستخدمه. طيب مهم جدا ان انا زي ما قلت لك ان لو عندي ثلاث زيوت مغذية الثلاثة مع بعض بنسبة واحد لاربعة من زيت مين؟ من زيت البرافين. يعني لو انا هضيف الثلاثة دول يبقى تلت وتلت وتلت على اربعة. طب لو هضيف اتنين يبقى نص ونص على اربعة. طب لو هضيف واحد هيبقى واحد على اربعة. طب هضيف اربعة يبقى ربع 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 على اربعة. دي بقى معلومة مهمة جدا برضو في تصنيع زيت الشعر. المعلومة المهمة برضو اللي هي وانا بصنع هستخدم لون ايه وريحة ايه. تعالى كده ناخدهم بالترتيب. لو انا هصنع عطور هستخدم اسانس، ده كلنا حافظينها اللي هو الزيت العطري، واسمه مش اسمه ميه عطريه، لان في حاجه اسمها الزيت العطري وفي حاجه اسمها الماء العطري، ده غير ده. زيت يعني بيدوب في الزيت او في الكحول. طيب لما اتنقلت بقى من العطور للصابون السائل، انا صنعت الصابون السائل بالسلفونوك والكي او اتش في الميه، يبقى انا مش هستخدم اسانس، يبقى انا هستخدم استر. طيب تعالى نشوف القصه دي. ادي الاستر اهو او الاسانس اهو، وادي الاستر اهو. بالمناسبه انا دايما ما بحبش اكتب بيانات على الـ على الـ على الادوات اللي انا بستخدمها عشان ادرب نفسي ان انا احفظ من خلال الخواص، مش احفظ من خلال الاسم اللي مكتوب. طيب هل في فرق بين ده وده او ده والاتنين دول؟ اه في فرق كبير جدا. ده عبارة عن اسانس وحدة بناء اسمها الايزوبرين. يعني الاسانس ده بيبقى عبارة عن ايزوبرينات، عشان كده بيبقى سريع التطاير، خفيف جدا بيطير. عشان كده بستخدم في تصنيع العطور مثبت عشان ما يخليش العطر يطير. لكن الاستر اللي انا بستخدمه في الصابون بقى او في الجل او في مزيل ريحه العرق او في منظف الزجاد او منظف الزجاج، ده عباره عن استر اللي هو بيدوب فين؟ في الميه، اللي هما الاثنين دول، ده وده عباره عن استر، لكن ده عباره عن الاسانس. طب سؤال علمي بقى، سؤال كيميائي ما حدش يقدر يرد عليه الا واحد فاهم او متعلم. الاستر ده اديني امثله ليه اللي احنا بنسميه ريحة الورد او ريحة الموز او ريحة الفراولة او حتى العطور الوقتي
بقى بيعملوا منها استرات. طب الاستر ده بيجي منين؟ الاستر عبارة عن تفاعل بين الكحول والحمض العضوي. انا عندي كم كحول قائمة وعندي كم حمض عضوي قائمة، لما بفاعل ما بين الكحولات والاحماض العضوية بتنتج الاسترات. لما اجيب كحول كذا على حمض كذا بيديه ريحة المانجا، كحول كذا على حمض كذا بيديه ريحة الموز، كحول كذا على حمض عضوي كذا بيديه ريحة الفراولة. ربنا خلق الاسترات دي بتنتج من تفاعل الكحولات مع الاحماض العضوية. كويس، يبقى ده بيديني حاجة جديدة. الميزة فيها بقى انها بتدوب في المية، والميزة فيها انها ما بتدوبش لا في الزيت ولا في الكحول، عشان كده بستخدمها في المنتج اللي انا هصنعه من خلال المية. عشان كده لما يجي بقى حد يسألني سؤال يقول لي انا امتى هستخدم استر وامتى هستخدم اسانس، اقول له لو انت هتحضر حاجة من الكحول او حاجة داخل في تصنيع الزيت يبقى اسانس، حاجة داخل في تصنيع المية يبقى الاستر. طبعا السنة دي اتعرفنا على منتجات كتيرة جدا زي العطور، هذه العطور استخدمنا فيها كحول يبقى اسانس، صنعنا الصابون السائل بالمية يبقى استر، الجل بالمية يبقى استر، زيت الشعر بزيت البرافين يبقى اسانس، البرلانتين السائل بزيت البرافين يبقى اسانس. دي حاجة. اخر معلومة هقولها لك اللي هو اللون. طيب اشيل كل الكلام الحلو ده على جنب كده. اللون في الوان باودر زي دي زي ما قلت لك عليها برضو تعرفنا عليها يمكن من حلقات سابقة قبل كده. اهو دي الوان، الالوان ديت عبارة عن باودر بودرة. لو قدرنا نقرب يبقى ايوة جميل جدا، اهي الوان كتيرة قوي، الوان متعددة بودرة. الالوان دي بتستخدم في المنتجات اللي فيها مية. لو انا عندي منتج فيه زيت وحطيت اللون ده كارثة، مش هيدوب وهيبوظ المنتج، هيعمل زي العوالق او هيعمل زي الايه، زي هيعمل عكارة هيعكر. يبقى ده زيت اللي هو عبارة عن، او ده عبارة عن لون اللي هو عبارة عن اللون اللي بيدوب فين؟ في المية. طب تعالى بقى نشوف لون زي ده، اللون التاني ده، ده لون زيتي. يعني ايه زيتي؟ يعني ممكن استخدم اللون ده في صناعة اي حاجة بتخش فيها زيوت. طيب يا ترى ايه اللي انا صنعته السنه دي من الزيوت؟ البريانتين السائل، بريانتين الصلب، زيت الشعر، الثلاثه دول بستخدم ده. لو استخدمت دول ما ينفعش، لان دول بيدوبوا في الميه ما بيدوبوش في الزيت، وده بيدوب في الزيت ما بيدوبش في الميه. يبقى اذا المنتجات اللي عندنا السنه دي منتجات كتيره، منتجات متعدده. مهم جدا ان انت تعرف اسم المنتج، الادوات اللي انت هتستخدمها، الاجهزه اللي انت هتستخدمها، الخامات اللي انت هتستخدمها، النسب وطريقه التصنيع. بهذا القدر نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، والى حلقه قادمه ان شاء الله متمنين لكم جميعا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.